استنكارا لتدني أسعار الحمضيات في لبنان وغياب الدولة عن دعم هذا القطاع، اعتصم مزارعو الحمضيات في سور وعبروا عن وجعهم بلافتات ورسائل لنواب المنطقة، كما عملوا على رمي كميات كبيرة من الليمون وسط الطريق الرئيس الذي يربط سور بالناقورة في محلة الحوش. المزارعون الذين يعانون من كساد موسمهم وهبوط أسعارها إلى أدنى حد ناشدوا المعنيين ضرورة تأمين أسواق للحمضيات في الدول التي لها علاقات تجارية واقتصادية مع لبنان ورفع دعم مؤسسة إيدال. موسم الحمضيات السنة فيه كساد كتير للأسف، مشكلة الجنوب والشمال بزراعة حمضيات نسية، للأسف أنه ما في أي لفتة من الحكومة ولا وزارة الزراعة باتجاه قطاع الحمضيات بلبنان. نحن بصراحة يعني عنا أضرار حرب تموز، عنا كوارث طبيعية، عنا أسواق ما عم نلاقي حقيقة تصريف لإنتاجنا. حمل الحكومة، حمل المواقف اللي عنا بالمنطقة، نحن أعطينا الأصوات اللي بتكون بجيش الشعب، مش قاعد على كراسي، والمش قاعد لدي المهمة يترك اللي بوفل، يجيب غيره للموضوع. نحن اليوم حمضيات، صندوق عندك 10,000 عم نبيع بألف ليرة. نحن مش هدفنا نقطع طرقات ولا عاداتنا. بس ضربة من إسرائيل وضربة من دولتنا ما عادش قادرين نحمل. كما ذكر المزارعون أيضا بضرورة دفع تعويضات عدوان تموز التي مضى عليها 6 سنوات.